قناة نادي الاتحاد ب 2020، تغطية أخبار الدوري السوري الممتاز، ترتيب ونتائج، إحصائيات وأرقام، وبالإضافة إلى أخبار المنتخب، منتخب الرجال، الأولمبي، الشباب، الناشئين، وتغطية حصرية لأخبار كرة السلة. كل هذا وأكثر على قناة نادي الاتحاد. تابعونا. السلام عليكم متابعين قناة نادي الاتحاد. بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا، أفضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. موعد مباراة منتخب سوريا الأولمبي وقطر الأولمبي والقنوات الناقلة وأيضا بعض المعلومات ونظام التأهل لأولمبياد طوكيو. فضلا وليس أمرا حطونا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. في هذا الفيديو رح نعمل مسابقة هيك حلوة، سؤال تفاعلي، كم مرة المنتخب السوري تأهل للأولمبياد؟ مرة أو مرتين أم ثلاث مرات؟ اللي يحزر المسابقة رح نذكر اسمه بالفيديو القادم. وحاليا رح ندخل لموضوع الفيديو مشان ما أطول عليكم. موعد مباراة منتخب سوريا ومنتخب القطري الأولمبي، موعد المباراة إن شاء الله تعالى رح يكون نهار الخميس 9/2/2020، توقيت المباراة رح تكون الساعة 12:15 صباحا بتوقيت العاصمة دمشق، وأيضا الساعة 1:15 بتوقيت اسطنبول. ومعلومات عن نقل المباراة، طبعا هي البطولة حصرية على قنوات بيان سبورت. المباراة رح تجمع منتخب سوريا الأولمبي ومنتخب القطر الأولمبي تحت 23 عام، هالبطولة الرسمية اللي انطلقت بال 2014. وطبعا الساعة 12:15 كل الناس رح تكون بأشغالها ووظائفها. إذا بتحبوا تتسمعوا على إذاعة صوت شاب، هي رح تنقل مباراة على الهواء مباشرة. رابط الإذاعة رح تشوفوه بالوصف وأيضا مثبت بأول تعليق. أما بخصوص النقل التلفزيوني رح تكون حصريا على قنوات بي ان سبورت. بتعرفوا شركة بي ان سبورت هي ناقل حصري لأهم البطولات العالمية. رح نحكي شوي على نظام البطولة وكيف ممكن منتخبنا يوصل على أولمبياد طوكيو. ودائما بكل البطولات أول مباراة أهم من كل المباريات. إذا بدك توصل لمراحل متقدمة لازم تعمل نتيجة كويسة بالمباراة الافتتاحية، ولا سمح الله في حال خسرت أول مباراة احتمال كتير كبير تركب أول طيارة وترجع على الشام. منتخبنا تحضر كتير منيح، حوالي 11 شهر هذا المنتخب عم يتحضر معسكرات داخلية، معسكرات خارجية، مباريات مع أهم المنتخبات العربية. وأيضا منتخبنا خاض 3 مباريات ودية في دولة الصين، فاز على منتخب المالي 1-0، وأيضا فاز على منتخب الصيني 1-0، وبآخر مباراة تعادل مع منتخب طاجكستان 0-0 وأحرز لقب البطولة. ومنتخبنا بيحتوي على عدة أسماء مميزة بقيادة الكابتن أيمن حكيم. وطبعا أنا عملت فيديو عن قائمة منتخبنا اللي راح يواجه قطر واليابان والسعودية، بآخر هذا الفيديو راح يطلع شاشة مصغرة اضغطوا عليه فيه كل التفاصيل. هذا بما يخص منتخب سوريا الأولمبي. وأما المنتخب القطري منتخب صعب وعنيد، وكمان صار له فترة كتير طويلة عم يتحضر لهالبطولة. منتخب الأولمبي القطري شارك بكوبا أمريكا بال 2019 وراح يكون بقيادة المدرب الإسباني أليكس. هاد أبرز معلومات عن منتخب قطر ومنتخب السوري. وراح نشوف كيف نظام البطولة. البطولة فيها 4 مجموعات، بكل مجموعة فيها 4 منتخبات. بتأهل من كل مجموعة الأول والثاني على دور الثمانية. وطبعا المنتخبات الصاحب المراكز الأولى، المركز الأول والثاني والثالث مباشرة رح يتأهلوا لأولمبياد طوكيو بال 2020. في حال كان منتخب الياباني بالمراكز الأربعة الأولى رح يتأهلوا 4 منتخبات لأولمبياد طوكيو. المقاعد المسموحة بالأولمبياد لقارة آسيا هي 3 مقاعد. مثل ما حكينا، إذا المنتخب الياباني كان في أحد المراكز الأربعة رح يتأهلوا 4 منتخبات لأولمبياد طوكيو. وهالبطولة رسمية انطلقت بال 2014، أول لقب كان للمنتخب العراقي. وأما بال 2016 منتخب الياباني أحرز لقب البطولة، وبال 2018 منتخب أوزبكستان أيضا أحرز اللقب. وطبعا هالبطولة بيلعبوها كل سنتين. ومنتخبنا هاي المشاركة الرابعة له. وأيضا عم نشوف أكثر المنتخبات اللي شاركت بهالبطولة. منتخب أستراليا بأربع مشاركات، أوزبكستان 4 مشاركات وحققت اللقب، منتخب الأردن 4 مشاركات، منتخب السعودي 4 مشاركات، ومنتخب الصين أيضا 4 مشاركات، ومنتخب العراق 4 مشاركات وأحرز اللقب الأول نسخة، منتخب اليابان أحرز اللقب الثاني شارك بأربع مناسبات، منتخب سوريا شارك بأربع بطولات،
ومنتخب كوريا شارك بأربع بطولات، ومنتخب كوريا الشمالية أيضا شارك بأربع بطولات، منتخب الإيراني شارك بثلاث بطولات. ومثل ما حكينا هالبطولة تنظم كل عامين من الاتحاد الآسيوي، ولأول مرة بهالبطولة البطولة تحت 23 عام راح يستخدموا تقنية الفار. وهذا أبرز المعلومات عن البطولة، وإن شاء الله بالتوفيق للمنتخب السوري. وأنا هذا اللي حبيت أخبركم، شاركوا بسؤال الحلقة، سؤال تفاعلي، كم مرة منتخب سوريا تأهل للأولمبياد طوكيو؟ مرة أو تنتين أو ثلاث مرات؟ حطوا لايك للفيديو واشتركوا القناة وفعلوا زر جرس. السلام عليكم متابعين قناة نادي الاتحاد. قناة نادي الاتحاد ب 2020، تغطية أخبار الدوري السوري الممتاز، ترتيب ونتائج، إحصائيات وأرقام، وبالإضافة إلى أخبار المنتخب، منتخب الرجال، الأولمبي، الشباب، الناشئين، وتغطية حصرية لأخبار كرة السلة. كل هذا وأكثر على قناة نادي الاتحاد.